ونبقى بإقليم البطحاء وتشكيل المجلسين المحليين لياو وأنجمينا بلالة من قبل مجلس الحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة الفتري. المزيد لدى محمد طاهر جبرين الحر. بهذا الابتهاج وفي هذه الأجواء التوافقية جرى تكوين المجلس المحلي للحركة الوطنية للإنقاذ بمركز إداري ياو، مجلس يتكون من 17 عضوا برئاسة الأمين التنفيذي محمد عبد الرحمن جرمة. هذا التوافق في الاختيار أشاد به كل المتحدثين، وفي كلمته بهذه المناسبة سلطان فتري جلالة شرومة حسن أبسكين هنأ المكتب الجديد، كما انتهز السلطان الفرصة ليهنئ الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد على تعيينه في هذا المنصب. بعد ياو توجه أعضاء مجلس الحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة الفتري بصحبة النائب البرلماني أبكر أحمد، توجهوا إلى مركز إداري أنجمينا بلالة للعمل ذاته، حيث تم تشكيل المجلس الجديد للحركة والمتكون من 17 عضوا برئاسة عبد القادر هارون. في كلمة التنصيب قال الأمين التنفيذي لمجلس الحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة الفتري عبد السلام دوغو إنه باكتمال تشكيل المجالس المختلفة للحركة في المقاطعة فإن مناضلي الحزب سيبقون مستعدين دوما لخوض كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، طالبا من أعضاء المكتب الجديد ضرورة العمل بروح